محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي نزيل قيسارية سكن من ساحل الشام ثقة فاضل مات سنة 212. سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة مات سنة 61 و100 وله 64 والباقي سبق. نعم.